واهلا بكم في المواجهه. احنا النهارده موجودين داخل الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، هذا المبنى الذي لا يتحدث الا بلغه الارقام، الذي يعد القلعه والحصن للدوله اللي موجوده فيه كل الارقام الرسميه وكل البيانات الرسميه اللي بتستفيد منها الدوله بعد ذلك في اتخاذ القرارات. يعني الحقيقه انه صانع القرار بياخذ كل معلوماته من هذا الجهاز الحيوي والعريق والمهم للغاية. إذا كنا بنتكلم عن أي ملف ممكن يخطر على بال حضراتكم فبالتأكيد معلوماته موجودة هنا. إذا اتكلمنا عن الأسواق، عن الأسعار، عن التجارة، عن الصناعة، عن الصحة، التعليم، أيا ما كان الحقيقة كل هذه البيانات وكل هذه الأرقام موجودة داخل هذا الجهاز. إحنا موجودين النهاردة في ضيافة السيد اللواء خيرت بركات وهو رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. هنبدأ حوارنا معاه أكيد بالتعداد الاقتصادي وهو الأحدث وهو الذي يعمل عليه الجهاز الآن على الإعداد لتنفيذه أو بدء تنفيذه. هنتكلم عن هذا التعداد، أهميته إيه؟ هيفيد صانع القرار في إيه؟ إمتى هيبدأ العمل فيه وياخد وقت قد إيه حتى ينتهي؟ وبالتأكيد هنتكلم كمان عن دور الجهاز بقى بشكل عام في باقي الملفات. اسمحوا لي الأول إن أنا أرحب سيادة اللواء خيرت بركات وهو أول ظهور تلفزيوني له بعد توليه منصبه، طبعا نبارك له ألف مبروك يا فندم بالتوفيق إن شاء الله، وبشكرك على استضافتنا النهاردة وأنه أول ظهور كان معنا. أهلا وسهلا بيك، وأنا اللي بشكر حضرتك وشرفتينا طبعا وشرفت الجهاز. يعني شكرا لحضرتك، الشرف ليا يا فندم. طيب قبل ما نروح للتعداد وهو طبعا يمكن الأحدث والأهم في الوقت الحالي، أنا عايزة بس أبدأ مع حضرتك شايف إزاي يعني أو بتوصف إزاي الوضع الاقتصادي المصري طبقا للأرقام والبيانات اللي موجودة عندكم هنا في الجهاز، يعني وصلنا لفين اقتصاديا الأول؟ الحقيقة اسمح لي في البداية أن أنا أكرر ترحيبي بحضرتك وبالسادة المشاهدين في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جهاز الإحصاء الوطني اللي هو بيعتبر المصدر والمرجع الرئيسي للبيانات والمعلومات في جمهورية مصر العربية. الحقيقة بالنسبة لسؤال حضرتك عن الوضع الاقتصادي، عن الوضع الاقتصادي، أنا طبعا في ضوء زي ما قلتي البيانات والأرقام اللي هي مدلولها من الجهاز من خلال الإحصاءات المختلفة اللي جهاز بيصدرها، أنا عايز أطمن حضرتك وأطمن السادة المشاهدين أن الوضع الأداء الاقتصادي فيه تحسن. والكلام ده مش كده كلام نظري، الحقيقة مرتبط بأرقام، وعلى سبيل المثال هنذكر الأرقام اللي بتؤكد هذا الكلام. نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي اللي تمت خلال الفترة السابقة ارتفع معدل النمو في الانتاج المحلي في 17-18 وصل ل 5.4 مقارنة ب 4.3 في السنة السابقة. الحقيقة برضو ترشيد أوجه الإنفاق على دعم الطاقة خلال الفترة السابقة أدى إلى انخفاض نسبة العجز الكلي مقارنة بالإنتاج المحلي، وصل من 8.3 في الفترة من يوليو من أبريل ليوليو 16-17، وصل الحقيقة ل 6.9 عن نفس الفترة في العام الحالي 17-18. ارتفعت قيمة التحويلات للمصريين بالخارج، وصلت إلى 7.1 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة العام السابق كانت 5.8 مليار دولار، وده الحقيقة عكس ثقة المصريين في الخارج في اقتصاد وطنهم، أيضا عمل جذب وإكساب ثقة للمستثمرين الأجانب أو المستثمر الأجنبي بشكل عام. نقطة مهمة جدا ارتفاع الاحتياطي النقدي خلال الفترة الحالية أو في سبتمبر 2018 وصل ل 44.4 مليار دولار. الحقيقة في ضوء الأرقام دي كلها وفي ظل ارتفاع الانفاق الاستثماري خلال الفترة الحالية من المتوقع أن ترتفع معدلات النمو، تنخفض معدلات البطالة،
تزداد مستويات الأجور ويبدأ يشعر المواطن بآثار التحسن الاقتصادي إن شاء الله خلال الفترة القادمة. طيب ده كلام ممتاز. لما بنتكلم بقى عن التعداد الاقتصادي وهو اللي بيعمل طبعا على تنفيذه الجهاز حاليا، الأول خلينا نقول للناس يعني إيه تعداد اقتصادي وأهميته. التعداد الاقتصادي مهم جدا طبعا الناس يتعرف بيه، لأن احنا بصدد إن شاء الله خلال الفترة القادمة عشان احنا هنبدأ فعلا تنفيذ التعداد الاقتصادي في الميدان اعتبارا من نص نوفمبر ان شاء الله. انا عايز اقول ان احنا التعداد الاقتصادي هو حصر لكافة المنشآت الاقتصادية بهدف جمع وجدولة وتبويب وتحليل البيانات الاساسية الخاصة بمقومات الانشطة الاقتصادية اللي هي يعني الاجور وعدد المشتغلين، مستلزمات الانتاج، الانتاج الانفاق، القيمة المضافة، وده بيتم خلال فترة زمنية محددة بتبقى سنة ميلادية او سنة مالية. تمام، سنة ميلادية من اول ما يبدأ البحث الميداني ولا من اول امتى؟ لا، هي سنة المالية بتبقى مرتبطة بالقطاع العام والعمال العام والخاص المنظم والاستثماري. السنة الميلادية بتبقى مرتبطة بالقطاع الخاص وبتنتهي في 12/2017 اللي احنا بنتعامل معاه. تمام، طيب خلينا نقول للناس أهمية الحصر، هذا الحصر أو التعداد الاقتصادي إيه؟ يعني ليه الدولة مهتمة إن هي تقوم بيه وليه حضراتكم هتبدأوا إن شاء الله خلاص العمل عليه؟ أنا عايز بس يعني أأكد مع حضرتك إن بالنسبة للتعداد ودوريته، التعداد الاقتصادي بيجرب دورية كل 5 سنوات، ده التعداد اللي إحنا بصدده الآن هو التعداد الاقتصادي الخامس في مصر، التعداد الرابع تم تنفيذه في 12/13. عايز بقى اقول ان هذا التعداد يعتبر الاول من نوعه في مصر اللي هيتم بالنظام الالكتروني باستخدام التابلت وباستخدام الاستمارات الورقية. الحقيقة هتساعدنا كتير قوي استخدام التكنولوجيا دي في ان احنا هنوفر كتير جدا من الوقت، هنوفر كتير جدا من الجهد، هيدينا سرعة ودقة في استخراج البيانات. الحقيقة الأهم من كده كمان ان هيبقى فيه متابعة شبه مستمرة للعمل الميداني من خلال هذه التكنولوجيا. ممتاز. طيب فحضرتك بتقولي انه البحث الميداني هيبدأ في شهر نوفمبر، في منتصف نوفمبر، منتصف إن شاء الله. نوفمبر. خلينا نشرح للناس برضو اكتر البحث الميداني، يعني هينزلوا هيسألوا طبعا المواطنين. اهمية ان الناس تتجاوب معهم ايه؟ ونرجع برضو عايز اعرف من حياتك شايف اهمية ان احنا نجري هذا البحث، يعني الدولة مستفيدة ايه من البحث ده؟ طبعا يعني عايز اقول لحضرتك ان الدولة مستفيدة ايه، ده مهمة جدا. الدولة من خلال هذا التعداد او هذا المسح الرئيسي الحقيقة ان احنا هنغطي من خلال هذا التعداد المنشآت اللي هي بتشمل كافة الأنشطة الاقتصادية في القطاع العام، قطاع الأعمال العام، القطاع الخاص المنظم والاستثماري، الجمعيات الأهلية والجمعيات والمؤسسات الأهلية. البيانات اللي هيتم توفيرها من خلال هذا التعداد هتسهم بشكل كبير جدا فيما يخص الاقتصاد القومي من خلال الآتي: من خلال دعم جهود الدولة في تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. نقطة مهمة جدا الحقيقة وبتسعى الدولة ليها في ان احنا هنقدر نحصر وندمج القطاع الاقتصادي الغير رسمي مع منظومة القطاع الاقتصادي الرسمي في الدولة، ودي نقطة أنا أشعر إن ليها أهمية كبيرة جدا إن شاء الله. أيضا من خلال البيانات اللي احنا هنوفرها في هذا التعداد هتسهم في قياس مدى النمو الاقتصادي في الدولة. هذه البيانات أيضا هتساعد في رصد الناتج المحلي الإجمالي على المستوى القومي وعلى المستوى المحلي، عشان احنا هنجيب البيانات لمستوى المحلي حتى المحافظة، وده مهم جدا.
أيضا هيساعد في تقدير قيم المدخلات والمخرجات، هيحدد لنا قيمة المساهمة لكل نشاط اقتصادي مقارنة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى، وكل دي الحقيقة نتائج في النهاية هتحدد معالم الخريطة الاقتصادية في مصر خلال الفترة إن شاء الله القادمة ما بعد إعلان نتائج التعداد إن شاء الله. إيه أهم يا فندم القطاعات أو يعني خلينا نقول إيه الأنشطة أو المجالات التعداد مهتم بحصرها؟ إحنا زي ما قلت لحضرتك إحنا بننفذ التعداد بالمزج بين الأسلوب، مش مهم في أي مجال، كل النشاط الاقتصادي بننفذ من خلال استخدام أسلوب المزج ما بين الحصر الشامل والعينة. الحصر الشامل هناخد كل الأنشطة الاقتصادية والمنشآت اللي بتعمل في القطاع العام والأعمال العام والخاص سواء المنظم أو الاستثماري، ودي اللي هي بتتم من خلال الإحصاءات الجارية. هناخد برضو من خلال العينة كل المنشآت القطاع الخاص اللي مش هنتعرض ليها من خلال الإحصاءات الجارية الخاصة بأسلوب الحصر الشامل، ودي تقريبا هناخد 10% من عينة المنشآت اللي تم حصرها أو كانت في الإطار الخاص بتعداد سكان 2017، وهي تقريبا هتكون في حدود 471,000 منشأة. الحقيقة راعينا في هذه العينة إنها تكون شاملة التوزيع الجغرافي، الأنشطة الاقتصادية، عدد العمالة. هذا الرقم تم تنقيته وصل لحوالي 349,000 منشأة اللي هينزل عليهم التعداد إن شاء الله في منتصف شهر نوفمبر. ادينا أو العينة ادت أهمية كبرى بالنسبة للشركات اللي هي فيها العمالة أو المشغلين 10 فما أكثر، ودي تقريبا بيمثل حوالي 30,000 منشأة. برضو دخلنا في العمالة اللي هي من 4 لـ9 مشتغل، وتقريبا دخلنا في حوالي 50%، ودي هتمثل حوالي 50,000 منشأة. العمالة أو المنشآت اللي فيها العمالة من 1 لـ4 مشتغل خدنا 5% عشان خاطر هي حجمها كبير، فالخمسة في المية هيمثلوا حوالي 260 أو أكتر، 260,000 منشأة أو أكتر. دي اللي هي القطاعات المستهدفة إن شاء الله خلال التعداد. زي ما قلت لحضرتك العينة شاملة كافة الأنشطة الاقتصادية سواء تجارية صناعية زراعية، كل الأنشطة الاقتصادية بكافة القطاعات الخاصة في الدولة. يعني إلى أي مدى شايف يا فندم أنه ممكن يكون في تجاوب من المواطنين مع مندوبي التعداد، خصوصا إحنا لازم نعترف أن البعض ممكن هيبقى عنده تخوف شوية أنه ممكن يكون من الحي من الضرائب، فيعني قولي إلى أي مدى ممكن يكون والله في تجاوب. السؤال اللي حضرتك بتقوليه ده سؤال مهم جدا، وده سؤال شغلنا بشكل كبير جدا حتى في برامج التدريب اللي احنا بصدد تنفيذها خلال الفترة الحالية. احنا بنقول للسادة المواطنين، بنقول لهم اللي هم اصحاب الاعمال والمنشآت، انا عايز اعرفه الاول ايه هو العائد وايه هو المردود اللي عليه هو الاول من التعداد الاقتصادي. عايز اقول له سواء انت مستقر في عملك او بتسعى انك انت تطور من عملك وتكبر المشروع بتاعك، عايز اقول لك ان احنا في التعداد بنحصر كل المطالب او بنتعرف على كل المطالب الخاصه بيك من خامات ومن مستلزمات انتاج و و و عشان نقدر نوفرها لك من خلال اجهزه الدوله المختلفه. عايز اقول له ان احنا بنعرف احتياجاتك ايه من العماله المستقبليه وبالمؤهل الدراسي كمان عشان مستقبلا نوفر لك هذه العمالة من خلال التعليم أو من خلال سوق العمل. عايز أطمنه إن احنا برضو بنشوف حجم المشروع اللي هو شغال فيه ومدى احتياج المجتمع المحيط به للمنتجات اللي هو بينتجها، عشان إذا كان في أكتر من مشروع متشابه في هذا المكان احنا بنقول له الأسواق الأخرى إيه والأماكن المتاحة إيه عشان تقيم فيها مشروعات تساعدك في تسويق العمل بتاعك.
بالاضافه لكده الحقيقه في نقاط كتير، بالاضافه لكده انا عايز اقول لحضرتك برضو ان احنا شبابنا الباحثين والقائمين على تدريبهم الحقيقه اعددنا برامج عشان خاطر تعدهم لاسلوب اللقاء او اللباقه او التحدث او التعامل بشكل لائق جدا مع المواطنين عشان خاطر بيتم تدريبهم دلوقتي. بيتم تدريبهم، وانا مش عايز اقول لحضرتك ان احنا لاول مره بنستعين باساتذه ودكاتره من كليه الاقتصاد في جامعات مصر المختلفه. استحدثنا الحقيقه ماده جديده في التدريس وهي ماده الاقتصاد السلوكي، واستعنا بنماذج الحقيقه بتتمت في بعض الدول العربيه والاوروبيه عشان يبقى عندنا نماذج نقدر نقيمها ونستعين بيها طبعا اذا كانت هتتمشى مع سلوكياتنا وثقافتنا واسلوبنا في التعامل. يعني هل ممكن نطمئن يعني من خلال رئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء نقدر نطمئن المواطنين اللي يعني هيقابلوا ان شاء الله مندوبي التعداد نطمئنهم على سريه المعلومات اللي هم هيقدموها لهم؟ طبعا دي نقطه مهمه جدا، وانا عايز اقول ان القانون بيحميهم كويس قوي. القانون إزاي؟ بيحمي هؤلاء المواطنين اللي هم اصحاب الاعمال واصحاب المنشآت. احنا عندنا الماده 35 من القانون 60 المعدله بالماده 28 من لسنه القانون 28 لسنه 82 دي بتنص على حظر النشر او الادلاء باي معلومات وخاصه بقى للجهات الماليه الرقابية الضريبية عشان هذه البيانات بتحمل الفردية بتحمل درجة سرية، والقانون بيكفل للمواطنين أصحاب الأعمال هذا الحق ويحاسب عليه اللي يخل بهذه المواد أو يرتكب هذه المخالفة، وأنا بعتبرها مخالفة، وإحنا الناس بتوعنا مدربين تماما على هذا الموضوع، وإحنا بنطمنهم ان احنا بنحافظ على سرية البيانات الفردية لكل السادة اصحاب الاعمال واصحاب المنشآت اثناء اعمال التعداد الاقتصادي ان شاء الله. ان شاء الله. بس عايز اقول لحضرتك برضو في مقابل كده احنا هنحافظ على سرية بياناتك وبنطمنك. الناس دي اللي هم انت خايف منهم بتوع المالية او الضرائب او الرقابة، لا احنا الناس بتوعنا مجهزينهم ببطاقات هوية بتحمل الجهاز وبيانات الجهاز واسم الجهاز عشان خاطر ما يحصلش مشكلة لدى المدل البيان او الراجل اللي احنا ناخد منه الاستبيان، ودي نقطة مهمة جدا. عايز اقول برضو لزملائنا واخواتنا وابنائنا من المواطنين اصحاب الاعمال والمنشآت ان الادلاء بالبيانات مش اختياري. الادلاء بالبيانات ليس اختياريا ولكن هو واجب حدده القانون. طيب واجب حدده القانون بمعنى انه اللي بيمتنع عن الادلاء بالبيانات بيبقى فيه عقوبه بالنسبه له؟ طبعا، وده القانون حق ما انا قلت لحضرتك واجب حدده القانون. واحنا ما بنقولش كده عشان نعاقب، لا احنا بنقول كده عشان نحس الناس على ان البيانات اللي هيدلي بيها، ودي النقطة اللي انا بتكلم فيها التالية، ان ضرورة ادلاء المواطنين بالبيانات السليمة والصحيحة، لان في النهاية هذه البيانات احنا بنبني عليها كدولة سياساتنا الاقتصادية اللي هي في النهاية بتحقق كل البرامج التنمية اللي هي بتساعد على تنمية المجتمع والفرد واللي حضرتك منهم يعني. تمام. بمناسبة بقى التنمية أنا عايز أروح لشق آخر من عمل الجهاز وهو التنمية المستدامة، وطبعا خطة الحكومة 2030. عايز أتكلم عن رصد يعني ومتابعة أهداف ومؤشرات خطة مصر 2030 أو رؤية مصر 2030. قول لي دور الجهاز هنا في متابعة يعني أهداف هذه الرؤية. طبعا التنمية المستدامة زي ما حضرتك عارفة هي تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية. الحقيقة أهداف التنمية المستدامة اتفقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة
في 2015 بحضور من خلال مؤتمر أممي حضروا جميع رؤساء الدول في العالم. اتحشد في هذا المؤتمر كل جهود وكل إمكانيات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للقضاء على الفقر وعلى الجوع وعلى إيجاد تعليم جيد، القضاء على العوامل المؤثرة على البيئة، إيجاد المساواة بين الجنسين. الحقيقة 17 هدف يتضمنوا 169 غاية ب 233 مؤشر لقياس هذه الأهداف. عايز أقول لحضرتك أن دور الجهاز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الجهاز أنشأ وحدة هنا في قطاع الاقتصادية اسمها وحدة التنمية المستدامة، هدفها أن هي بتعقد مع شركاء العمل الإحصائي على المستوى المحلي والدولي ورش عمل مختلفة، الهدف منها إيجاد أو تحقيق نتائج في إيجاد البيانات اللي هي اللي بتجيب لي مؤشرات تقيس هذه الأهداف. بتسعى هذه الوحدة، وحدة التنمية المستدامة، إن هي تجيب كل البيانات الخاصة بكل أهداف التنمية المستدامة. ده المرصد لسه قبل المرصد. احنا قدرنا بإمكانيات وقدرات هذه الوحدة وإمكانيات وقدرات الجهاز بقطاعاته المختلفة ان احنا نعمل احتفالية بنطلق فيها التقرير الوطني الإحصائي لإنتاج أو لرز ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030. الجهاز استطاع من خلال الوحدة الخاصة به وبالتعاون مع كل شركاء العمل الإحصائي سواء كانوا محليين أو من منظمات مختلفة بالتعاون مع الأمم المتحدة، قدرنا ان احنا نرصد وننتج اكثر من 43% من المؤشرات الخاصة بقياس التقدم المحرز لأهداف التنمية المستدامة. اي هدف من أهداف التنمية المستدامة الدول الأعضاء مطالبة ان قبل 2030 تكون انتهت منه. عشان تنتهي من هذا الهدف هذه الفترة الزمنية انت محتاجة قياس على الأقل كل فترة، يعني على الأقل سنويا تشوفي احنا عملنا ايه في كل هدف من الهدف، وصلنا لغاية فين. الإجراء ده بيتم بواسطة البيانات اللي بتنتج لصالح انتاج مؤشرات اللي هي بتقيس هذا التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ده بالإضافة بقى للمرصد اللي حضراتكم عملتوه مع اليونيسف. أيوة المرصد مع اليونيسف لمتابعة برضو مؤشرات بالزبط التنمية كده. المستدامة المرصد ده ما هو إلا يعني قاعدة بيانات، وتم زي ما حضرتك قلت كده إنتاجها بالتعاون مع مكتب اليونيسف هنا بالقاهرة. الهدف منها إن احنا بنتيح من خلال قاعدة البيانات كل ما تم بخصوص انتاج مؤشرات اهداف التنميه المستدامه سواء اللي تم اتاحته بالاضافه للي احنا اتحناه قبل كده والمنتظر اتاحته واللي جاري العمل فيه لاتاحته. طيب وماذا عن الابلكيشن او التطبيق كمان عبر الموبايل؟ بالظبط. يعني هل ده اصبح موجود خلاص اللي هو بيتكلم عن مؤشرات وما تم انجازه حتى الان فيما يخص التنميه المستدامه؟ هي موجود دلوقتي موجود بدا طبعا ورسها. هذا التطبيق موجود، تطبيق الموبايل ده موجود، واحنا الحقيقه هنا في الجهاز بنستغل كل وسائل التكنولوجيا وكل وسائل التواصل الاجتماعي لصالح إتاحة البيانات أيا كانت لصالح المجتمع ولصالح كل الجهات المهتمة سواء جهات بحثية أو مراكز بحثية أو وزارات أو التطبيق الموبايل هو الهدف منه إن احنا نتيح مؤشرات اللي تم إنتاجها والمنتظرة والخاصة بأهداف التنمية المستدامة عشان بشكل مبسط وبشكل سهل لصالح كل المستخدمين ولصالح كل الجهات. يا ترى المواطنين مقبلين على الابلكيشن ده؟ التطبيق عندهم فكره عنه؟ بيتم تعريف الناس بيه؟ بيتم تعريف الناس بيه، واحنا اطلقناه وكان في مؤتمر عام واعلن وتم اصدار بيان صحفي، والحقيقه احنا بنرصد دخول المواطنين واحنا وصلنا دلوقتي الارقام تعدت الملايين يعني.
ممتاز. اسمح لي نروح لفاصل ست اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حوارنا مع حضرتك، حوار هام، وهنتكلم أيضا عن دور الجهاز في ملفات أخرى. اتكلمنا عن الاقتصاد، اتكلمنا عن التنمية المستدامة، أكيد هنتكلم عن التضخم، هنتكلم عن الأسعار، هنتكلم عن ملفات أخرى كثيرة تهم المواطن، ولكن بعد هذا الفاصل استنونا. اهلا بكم من جديد مستمرين في حوارنا مع سيادة اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. اهلا بحضرتك مرة تانية. اهلا بك يا سيادة اللواء، ولانه اول حوار لحضرتك مهم ان احنا نعرف يعني ملفات كتير من رئيس الجهاز. تحت امرك. اشكرك. طيب انا عايز اتكلم عن الاستراتيجية الوطنية للإحصاء وازاي يمكن من خلالها توفير قاعدة بيانات متكاملة. الحقيقة الاستراتيجية الوطنية للإحصاء لتطوير العمل الإحصائي ده كان هدف مستهدف للجهاز من فترة طويلة، جهاز بدأ فيها، وإحنا الحقيقة بصدد هذه الفترة تفعيل تنفيذ هذه الاستراتيجية. الاستراتيجية الوطنية لتطوير العمل الإحصائي الهدف منها هو تنسيق جهود كل الأنظمة الإحصائية سواء المحلية أو الشركاء المحليين والدوليين والأنظمة الإحصاء الدولية. الهدف الحقيقة منها إن احنا عايزين نوحد الأسس والمعايير والمنهجيات الخاصة بالعمل الإحصائي وتطوير آليات العمل ومصادر البيانات عشان نحقق الشمولية والدقة في هذه البيانات. أهداف الاستراتيجية الوطنية احنا طبعا بنستهدف منها زيادة الوعي الإحصائي لدى المجتمع في الإحصاءات والمعلومات ومدى أهميتها. عايزين يكون في تنسيق وتكامل للنظام الإحصائي مع كافة الجهات المنتجة للبيانات، وزي ما ذكرت في الأول في الهدف التنسيق، الهدف منه ان احنا بننسى جهود عشان يبقى في تكامل وننتج بيانات شاملة ودقيقة وموقوتة. الجزئيه الاخيره اللي احنا لازم يكون في مشاركه لمستخدمي البيانات اللي هم الحقيقه العنصر اللي بياخد الناتج. عايزين نشوف رايه ايه، عايزين نشوف مطالبه ايه، ممكن يكون ليه ملاحظات. عشان كده احنا هيكون في مشاركه لكل مستخدمي البيانات اثناء اعداد الاستراتيجيه الوطنيه لتطوير العمل الاحصائي خلال الفتره الحاليه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انا عايزه بقى اروح للمؤشرات الاقتصاديه، والحقيقه انه المعلومات الاحصائيه هي مصدر رئيسي لاتخاذ القرارات في اي دوله. قول لي الجهاز بيقوم ازاي بدوره في هذا الشان؟ هل بتقدمه مثلا تقارير شهريه، ربع سنويه، يوميه؟ طبعا. واحنا فيما يخص دور الجهاز في اتاحه البيانات للدوله، احنا التقارير اللي بنصدرها في كافه مستوياتها، والجهاز بيصدر اكثر من 200 تقرير واصدار سنوي. هذه التقارير بما تحويه من بيانات ومعلومات بيتم وضعها امام رسم السياسات ومتخذي القرارات لوضع الخطط التنمويه لصالح الدوله. فيما يخص دورية إصدار التقارير، احنا طبعا بنصدر تقارير شهرية زي معدل التضخم وزي السياحة وزي التجارة الخارجية، في تقارير ربع سنوية زي معدلات البطالة وزي الانتاج الصناعي، ايضا في تقارير سنوية ودي بتشمل تقريبا معظم التقارير اللي بيصدرها الجهاز، ودي بتشمل احصاءات العمل، احصاءات صناعية والطاقة، الاحصاءات الحيوية. تمام. دي كأمثلة. دي كأمثلة. طب هي الإحصائيات عندنا هنا في مصر يعني بيتم إجراءها إزاي؟ هل هي مثلا قائمة على معايير علمية؟ أدواتنا إيه في إصدار هذه الإحصائيات؟ طبعا إحنا بنعتمد على أسس ومعايير دولية. المقام الأول فيها بنعتد بالمبادئ الأساسية للإحصاءات اللي بتقرها الأمم المتحدة من خلال المبادئ الأساسية للإحصاءات للأمم المتحدة، وده معيار أساسي لإعداد الإحصائيات والالتزام به، بالإضافة لأن احنا بننفذ كل القوانين الخاصة بالعمل الإحصائي، وزي ما قلت لحضرتك في التعداد الاقتصادي مهم جدا الالتزام بكل قوانين العمل الإحصائي
في إصدار الإحصاءات المختلفة. أنا عايز أتكلم عن يعني بعض المؤشرات المهمة زي التضخم مثلا، يعني ممكن نقول المؤشرات بتقول إيه دلوقتي فيما يخص التضخم وحجم التضخم اللي إحنا بنسمع طبعا طول الوقت إن هو الحمد لله بيتراجع يعني بالوقت. هو التراجع سنوي ولكن هو في ارتفاع في معدل التضخم الشهري نتيجة المتغيرات اللي بتحصل في الأسعار لبعض السلع اللي هي بتمثل السلة الرئيسية للسلع. الحقيقة أن آخر أرقام كان في شهر سبتمبر كان ارتفع معدل التضخم الشهري 2.6 مقارنة بالشهر السابق، ارتفع انخفض المعدل التضخم السنوي إلى 15.4 من 33 وكسر في 2017. ده انا افهمه ازاي انه يبقى في تراجع صحيح في نسبه التضخم او معدل التضخم السنوي بس في زياده في الشهر؟ طبعا هو في عوامل رئيسيه في معدل التضخم السنوي زي مثلا الارتفاع اللي تم في رفع الدعم عن كل منتجات الطاقه والوقود والكلام زي كده. طبعا ده خلى يبقى في ارتفاع في الاسعار وكده. المرة دي برضو حصل ارتفاع، عشان كده يمكن زاد الارتفاع السنوي زاد ولكن في تراجع عن السنة السابقة نتيجة برضو ارتفاع أسعار المحروقات والدعم، نتيجة الدعم اللي اترفع يعني، وبالتالي أثر على زيادة الأسعار للسلع الرئيسية اللي هي بتمثل الوزن النسبي العالي لاستهلاك المواطنين. امتى نقول ان الرقم او النسبه مقبوله يا سياده اللواء؟ النسبه تبقى مقبوله لما نثبت الاسعار او نخفضها. وده يحصل ازاي؟ محتاجين ايه؟ ايه المطلوب علشان نوصل لده فيما يخص الاسعار؟ انا عايز اقول لحضرتك بقى، نمره واحد ضبط الاسواق، اتنين انضباط التجار، ثلاثه الرقابه الفاعله. ده مش من صميم عمل جهاز الإحصاء طبعا، ولكن أنا بصفتي مواطن بأطالب بكده. لو ده حصل تنضبط الأسعار وبالتالي يعني تنضبط نسبة أو معدلات التضخم. إحنا في إجراءات الدولة بتنفذها ولكن إحنا عندنا مشكلة إحنا لمسينها الفترة دي، وهي ارتفاع أسعار البطاطس خلال الفترة اللي فاتت، وأنا برجح إنها بنسبة كبيرة جدا نتيجة جشع التجار. ايه تاني ممكن نقول سلع فيها ارتفاعات غير مبررة يعني في الاسعار زي ما احنا شايفين كده؟ البطاطس مثلا، الطماطم، البطاطس، في بعض سلع ليها مبررات يعني لانها ارتفعت، زي مثلا فاكهة، في العنب وفي المانجو وفي الحاجات دي كلها. الحقيقة نتيجة ان نهاية مش الموسم بتاعها الموسم بتاعها بينتهي بالظبط. برضو الطماطم كان من ضمن الأسباب انتهاء العروة بتاعتها، ولكن هي والبطاطس، لكن برضو عايز أقول عدم انضباط الأسواق والتجار وكده هو أحد الأسباب. هل إحنا عندنا هنا في الجهاز رصد لكميات السلع الغذائية الأساسية المتاحة؟ كميات السلع الغذائية المتاحة، كمياتها وأرصدتها يعني. هو إحنا عندنا طبعا في بعض السلع الاستراتيجية زي الرز وزي الزيت وزي السكر، كويس، وهي السلع الاساسيه عندنا رز ليها، ولكن احنا الحقيقه بنترك الاعلان عنها لوزاره التموين. بتسيبوا ده لوزاره التموين هي اللي تقوم بيه. طيب عايز اتكلم عن كمان حجم التجاره الخارجيه لمصر في النصف الاول من العام الجاري، ايه اللي بيقوله تقارير الجهاز؟ حجم التجاره الخارجيه الحقيقه يعني بلغت قيمه الصادرات حوالي 19.3 مليار دولار في مقابل واردات وصلت 51 مليار دولار، وده سبب عجز في الميزان التجاري طبعا، فرق وصل ل 31.7 مليار دولار، وده يسبب هذا الكم او هذا الحجم من العجز. طيب هل يعني نقدر نقول انه حجم الواردات لو قارناه بما سبق من سنوات حصل فيه اختلاف كمان؟ هو الحقيقة هو بيتوقف في جميع الأحوال على حجم الإنتاج يعني كل ما الإنتاج زاد
كل ما الواردات قلت والصادرات بالتالي بتزيد لصالحنا. تمام. طيب عايز اتكلم بقى عن الجهاز بشكل عام وعمله، كيف تقيمه؟ يعني هل مثلا في جهات عالمية بتقوم طبعا على طول بتقييم عمل هذا النوع من الأجهزة أو هذه الأجهزة، إيه التقييم اللي حصل عليه الجهاز المصري مؤخرا؟ الجهاز طبعا في ضوء المهام اللي بينفذها الجهاز خلال السنوات العديدة اللي فاتت، وزي ما قلت لحضرتك يمكن أول جهاز نفذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت في 2017 باستخدام التابلت بالنظام الإلكتروني. يعني عايز أقول لحضرتك إن ده في المنطقة كلها كان بالتوازي معنا يمكن الأردن فقط. إحنا حاليا كل دول المنطقة بلا استثناء بعتت مناديب وبعتت لجان عشان خاطر تدرس التجربة المصرية عشان خاطر تستعين بيها. مصر حاليا عضو في اللجنة الإحصائية الأممية في نيويورك وضمن 20 دولة، وده طبعا نتيجة الجهود اللي بتبذلها في مجال العمل الإحصائي، نتيجة التطوير ورفع القدرات اللي مصر بتبذلها في مجال العمل الإحصائي، نتيجة الدقة والشمولية للبيانات اللي بتتضمنها التقارير والإحصاءات والنشرات اللي بيصدرها الجهاز. الحقيقة نتائج تعداد السكان 2017 اللي أعلنت في حضور السيد رئيس الجمهورية ما زالت حتى الآن بتدرس لكل الأجهزة الإحصائية سواء الإقليمية أو الدولية. ما زالت كل أجهزة الدولة بتستفيد وتستعين بالبيانات الخاصة بتعداد السكان والإسكان والمنشآت في 2017. عايز أقول لحضرتك أن كل جهود التنمية في الدولة معتمدة على البيانات والمعلومات اللي أتاحها الجهاز من خلال التعداد الأخير، وإن شاء الله التعداد الاقتصادي يكمل مسيرة التعداد العام للسكان وتبقى بيانات متكاملة، بيانات تحقق التنمية الاقتصادية المنشودة إن شاء الله للدولة. ولذلك أنا بعيد تاني وبكرر على السادة أصحاب الأعمال والمنشآت، وسواء كانت حجمها كبير أو حجمها صغير، لابد من التعاون الجاد والكامل والمصداقية في إن احنا ندلي ببيانات دقيقة وسليمة وصحيحة، لأن ده في صالحك قبل ما يكون في صالح بلدك، وانت بتساعدنا وبتساعد أجهزة الدولة وبتساعد الناس اللي بتخطط انها تبني على بيانات دقيقة وسليمة وصحيحة، وبالتالي تقدر تحط خطط للتنمية الدولة بيها ان شاء الله تتقدم وتصل الى اللي هي بتبغيه ان شاء الله. هل الجهاز بيعمل على ملفات بعينها، ملفات محددة وموضوعات ثابتة، ولا من الممكن أن يعمل على ملفات تطلبها يعني منه الحكومة أو دراسات أو إحصاءات تطلبها منه الحكومة يعني بجهتها المختلفة؟ طبعا الجهاز في المقام الأول بيعمل طبقا لخطة سنوية رئيسية فيها كل الإصدارات الخاصة بالجهاز، وده العمل الرئيسي للجهاز زي ما حضرتك كده سمعتي، ما يخص التضخم، ما يخص البطالة، ما يخص القوى العامة، كل الإحصاءات المهمة. وده أبدا لا يمنع أن احنا بننفذ مسوح وبحوث وتعدادات لصالح أجهزة الدولة. احنا بننفذ حاليا بحث لصالح وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وده بحث مهم جدا. بننفذ بحث عن لصالح وزارة الصحة، وده عن الصحة والسكان. بننفذ بحث لصالح وزارة الإسكان، وده عن الإسكان والتمليك والإيجار خلال الفترة الحالية. يعني الحقيقة بحوث كتير جدا بننفذها لصالح والجهاز مرجعية رئيسية زي ما قلت لحضرتك لكل جهات الدولة في تنفيذ هذه البحوث، لما للجهاز من خبرات ولما للجهاز من دقة في النتائج اللي بيظهرها. ايه المراحل اللي بتمر بيها تقارير الجهاز بعد اعدادها، وهل توصياتكم وهذه التقارير هي ملزمة للجهات اللي بتروح لها ولا هي استرشادية فقط؟ والله في منها استرشادي وفي منها ملزم. يعني احنا لما بنطلع التقرير بتاع البطالة او معدل البطالة او التقرير الخاص بمعدلات التضخم، احنا بنطلع واقع
وبنطلع حقائق الجهات المعنية بهذه التقارير بتبني سياستها بناء على نتائج هذه التقارير، زي البنك المركزي المصري في ضوء معدل التضخم اللي بيصدر الشهري بيبني سياساته النقدية على هذه النتائج الخاصة بمعدل التضخم، وإن كان ليه أسلوب تاني في حساب معدل التضخم وده شيء طبيعي جدا، لكن الأساس في حساباته كلها مبني على معدل التضخم اللي بيصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الحقيقة في تنسيق كامل ومتكامل مع البنك المركزي المصري، ودكتور طارق عامل الحقيقة متعاون جدا مع الجهاز في تحقيق كل المطالب لصالح استخراج هذا المعدل الشهري. ممتاز. عايزة آخر حاجة أسأل حضرتك عن يعني الجهات الحكومية المختلفة والوزارات، هل في تعاون كافي منهم مع حضراتكم في تقديم البيانات، الأرقام اللي بتبقوا محتاجينها، المعلومات اللي بتكونوا محتاجينها ولا لا؟ طبعا ده شيء طبيعي جدا، في تباين ما بين الجهات المختلفة، ولكن احنا ما زلنا في مرحلة شيء من الاختلاف البسيط في منهجيات العمل وفي اسلوب اعداد السجلات الادارية اللي بناخد منها البيانات بتاعتنا، وفي التوقيتات بتاعت اصدار النشرات او البيانات المختلفة. لكن لما قلت لحضرتك ان في استراتيجية وطنية لتطوير العمل الاحصائي، هذه الاستراتيجية هتحقق لنا ان ما يبقاش في اي تباين بيننا وبين كل شركاء العمل الاحصائي داخل الدولة. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشكرك على استضافتنا النهاردة وكنا سعداء بلقاء حضرتك جدا. أنا اللي بشكر حضرتك وسعداء بهذا اللقاء، إن شاء الله تجي لنا بقى في التعداد الاقتصادي إن شاء الله بإذن الله. ده أكيد يعني نستعرض كل اللي تم فيه إن شاء الله. أكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء، والحقيقة ده كان أول لقاء وأول ظهور تلفزيوني لسيادة اللواء خيرت بركات بعد توليه منصبه، بتمنى له طبعا التوفيق إن شاء الله هو وكل العاملين في الجهاز. وإحنا هنروح لفاصل، وبعد الفاصل مع حضراتكم هنروح في جولة داخل الجهاز ونتعرف على مختلف القطاعات والأدوار اللي بتقوم بها هذه القطاعات. بعد هذا الفاصل استنونا.